في السودان والمتاحف، أكيد أنه تختلف العالم وتختلف التصاميم الهندسية داخلها، تصميمات تجذب الزائرين وتثير دهشتهم في معظم الأحيان. خلينا نتعرف اليوم على أهمها، خاصة وأنه باش نحكيو عليها بأكثر التفاصيل مع المهندس الداخلي محمد بيضون في فقرة ديكور. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح. أهلا وسهلا محمد. عنا مدة ما تقابلتش أنا وياك وحكينا على الديكور والأجواء. اليوم شحكيو على حاجة حلوة وهي التصاميم والديكور، خاصة اللي نلقاها في المتاحف. الكلنا كي نسافروا المتحف حاجة مهمة ولازم نزوروها، ولكن على قد ما سافرت مثلا وشفت أنه بلدان، كل متحف يختلف تماما على المتاحف الأخرى. هل معناها شنية السر اللي يخليه يختلف حسب الأشياء اللي تكون فيه، أو حسب التصاميم الهندسية اللي تتبع الدولة هذيك وتاريخها، أو شنية الحاجة بالضبط اللي تميز كل متحف على الآخر؟ مظبوط. بكل بلاد العالم في حضارات مختلفة وفي هندسة مختلفة وفي تاريخ مختلف. في متاحف بتركز بس على تاريخ بلادها، في متاحف بتركز على البلاد اللي حواليها، وفي متاحف بتروح على كلية شيء مختلف، وهذا الشيء بيحدد هوية البلد أو هوية المتحف اللي نحن نشوفه. صحيح. فحنبلش بكذا متحف حيكونوا يعني كثير غريبين. نحكي واحنا على اهم المتاحف من حيث التصاميم واللي اكيد ينصح دائما بزيارتها، هذا في كندا بين ما العلم نتاعو معنا. مظبوط. هذا المتحف الوطني بكندا. الحلو بهالمتحف انه فيه الكولكشن تبع الارت تبعه هي مش بس على كندا، هي معموله على امريكا، على المكسيك، وهي من العصر الوسطى الى اليوم هلا، يعني فيها كل شيء بتلاقي بالديزاين تبعها من كل شيء من القرون الوسطى الى اليوم هلا. وكمان حاطين فيها شوي حضاره اوروبيه، بس من مش حضاره، يعني الموجود هلا، الفن الاوروبي الموجود هلا الحديث المعاصر معناه. مزبوط. محطوط كمان بهذا المتحف. حلو. هندسته مثل ما بتشوفها جاي من 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 جاي كمان جامعه هالجرينري، حاطين فيها جلاس. هلا حنلاحظ انه كل الهندسات حتلاقي فيها انت الازاز طاغي فيها لحتى يضوي المتاحف، ومثل ما عم نشوف كيف حاطين هذا الالمنت من برا كمان لحتى يجذب انه هن مع العصر الجديد اذا بدك بهالموضوع. حلو حلو. يعني أكثر حاجة تميز بيه هو فكرة، وكما قلنا بما أنه فما في حاجات معاصرة، حتى الشكل الخارجي متاعه تحسه معاصر بدرجة كبيرة. صح. هذا الميوزي ناسيونال أنتروبولوجيا. صح. دي أنتروبولوجيا. يعني الأنتروبولوجيا وعلم الأنتروبولوجي يمكن مؤثر على الديكور والهندسة متاع المتحف هذا. هذا متحف موجود بالمكسيك. الشيء الحلو بهالمتحف انه اكثر متحف فايد فيه الطبيعة، العنصر الطبيعي. حلو. بتلاقي فيه خضار، بتلاقي فيه باركيت، بتلاقي فيه مسابح، بتلاقي فيه شلالات، بتلاقي فيه كل شيء. وهذا المتحف بيحكي عن الحضارة المكسيكية بذات الوقت، كيف كانت الحضارة المكسيكية، تاريخ المكسيك وكمان كيف تاريخ الكولومبيان ارت. يعني اول ارت اكتشف بهيدي الجزيره، جزيره امريكا كلها، اول حضارات اكتشفت هونيك او اول فن اكتشف هونيك حطوهم بهذا المتحف. حلو. وكثير كثير لازم واحد يزوره لحتى يشوف هالحضارات كيف معموله. معناها مهم جدا الحق زيارته، هذا ما لازموش يتفلت، هي المكسيك كلها ما تتفلتش خاصه. مزبوط. هذا متحف ببريطانيا. حنشوف متحفين هلا ببريطانيا. اول متحف هو المتحف الوطني البريطاني، اللي هو بيحكي اذا بدك اكثر عن تاريخ بريطانيا وتاريخ اوروبا بشكل عام. الحلو بهيدا المتحف انه فيه اكبر مكاتب بالعالم. ومعروف انه هو اسمه ميوزيوم اوف اول مانكايند، يعني اي شخص بالعالم فيه بيحكي عن كل الحضارات العالميه. فهون في عالم بتروح لتدرس حضاراتها، يعني تدرس هي شو تاريخها وشو عائلتها من وين بلشت لحتى تقدر تعرف من وين هن اساسهم او اي بلاد هن اجوا اساسهم. فهذا المتحف برشا هو، خاصه وحتى انه الناس الكل يزور المكان وتزور بريطانيا ينصحوا انه اكيد لازم المتاحف اللي انه لازم يكون عندك في مسارك في المسلك السياحي نتاعك. معنا اهم شيء المتحف من اهم المتاحف بالعالم. حنشوف ثاني متحف اللي هو موجود بلندن. الفرق بين هالمتحفين انه هذا المتحف بيدرس عنده 70 مليون، عنده 70 مليون كريتشر، يعني
دارس كل العوامل كل المخلوقات اللي اجت على وجه الارض. حلو. فبتلاقي فيه درسين الحيوانات كيف اجت، درسين البكتيريا كيف بلشوا، كيف مجسمات على الحيوانات الكل معناها موجود طبيعي، وكيف الفن كيف الارت كيف قدروا يوصلوا بالساينس، الميكس بين ساينس والارت، انه كل الانسان من وين بلش او الحيوان من وين بلش وكيف تطور حتى وصل ليومنا هلا. كثير انترستينج. وهيدا هيدا مثل هونيك اسمه ذا ميوزيوم اوف اول مانكايند، هذا ذا ميوزيوم اوف اول كرييشنز. فكثير كثير كثير انترستينج واحد يروح يشوفه ويزوره. وبالنسبه للديكور معناه بما انه احنا هكا نحكيوا على الديكور، انه ديكور شنو هي الحاجه يمكن اللي تميزه على المتاحف الاخرى بما انه هو نحكيوا على علم الحيوان ومنين جاء الحيوان والمخلوقات هذه كل. عالم الديكور بالمتاحف هو كتير بده فنونه يعني. هلا حنشوف كمان مهندسين كتير كبار اشتغلوا على هالموضوع. لازم كتير يضووا على على الشيء الموجود. بتلاقي اذا متحف عم بيحكي عن كلتشر قديمه بتلاقي فيه الكلتشر موجوده بحيطانه. متحف عم بيحكي عن الحيوانات او عن مخلوقات طبيعيه بتلاقي فيه بياض لحتى يضوع على هالمخلوقات. صحيح صحيح. وبتلاقي دائما الشمس عم بتفوت ناتشرال لايت عم بفوت على هالموضوع. متاحفك عم تاع الفضاء والاجواء تحس فيهم هكا برشا ومعتمين حتى يضوع على الالوانات. كثير مهم موضوع الاضاءه، انه تضوي انت على شو بدك تهندس. نحكيوا على اللوفر اكيد، ما نحكيوش على المتاحف، ما نحكيوش على اللوفر يعني. اللوفر كمان اذا بتشوف انت السان لايت كمان نرجع هذا الموضوع نضل نضوي عليه. اللوفر بيحكي عن العصر 12 سنتري 16 و 18 يعني القرن 12 16 وال 18 كمان بيعمل حضارات اوروبا، وكل القطع اللي فيه اللي مش رايح على اللوفر لازم يروح على اللوفر ينبسط بهذا الفن. ومثل ما حكينا دغري انه مجرد ما انت تحكي بالعصر من قبل وفيه مودرن ارت، بس العصر اللي قبل دائما بتلاقي الهندسه تبع المتحف طاغيه على التاريخ. حلو. وكمان فوتين باللوفر هيدا المودرن اركيتكتشر لحتى كمان هن طاغيين عليها مودرن اركيتكتشر، وحتى انه يعطيو ستايل تاعهم. وهذه اكثر حاجه نعرفها مشهوره دائما كي نقولوا اللوفر نشوفوا شكل الهرم هذايا معناها اللي خاصه معمول البرة بطريقه هكا شويه تحسها معاصره جدا معناها في الهند. صحيح صحيح. به شنو عندنا اخر متاحف؟ هذا مو متاحفنا اليوم، او مازال عندنا حاجه اخرى نحكيو عليها. فاتيكان. فاتيكان. بالفاتيكان الحلو بمتحف الفاتيكان انه اشتغل عليه من اهم مهندسين العالم. ارتست العالم اشتغل عليها من ميشيل انجلو لبرنيني، كلهم كانوا رسموا. اذا بتشوف انت بتفوت كل المتحف هو عباره عن حيطان رائعه بتتمتع تابلوات كله معناه تابلوت بانتور الكل. مظبوط. وكمان الحلو بالمتحف الفاتيكان انه فيه 1400 اوضه وال 1400 اكسسبل، انه العالم بتقدر تفوت وتشوف شو فيهم. ما فيه شيء اذا بدك مسكر او مغلق، كله متحف. وكمان بنزار اكثر المتاحف اللي بنزاره بالعالم، وفيه كل الايطاليان الارت الايطالي، اهم قطع بالارت الايطالي موجوده بألف المتحف. اكيد الفاتيكان حاجه مهمه لازم نمشيولها. ليه ننتقلوا الى نيويورك؟ نيويورك عندنا نيويورك وعندنا مصر. نيويورك هو المودرن ارت. تاسس ب 1929. اصلا نيويورك هي مدينه جديده معروفه انه منا مدينه قديمه. الحلو فيه انه ركزوا على المودرن ارت، والحلو بهذا المتحف انه عملوه ثلاث بنات غنايا قرروا انه يخلقوه لهالمتحف، وصار بالقرن العشرين من اهم المتاحف بالمودرن ارت بالعالم. حطوا فيه كل قطع المودرن ارت بالعالم، حطوها بقلب هالمتحف وانشهر كثير، وبعده لهلا بينزار من كل العالم الانترستنج بالمودرن ارت. هما حتى المتاحف الفاين ارت شويه زاد عندهم ديكور حلو برشا معناها. يعني متاحف الفاين ارت في العالم الكل 100% يختلفوا في الديكور، والمودرن ارت ديما هكا تحس انه لازم تمشي له في نفس الوقت معناها تكتشف حاجه جديده. صح. بس ننتقل الى مصر. مالها متحف عربي نحكي. مصر معروف انه هلا مصر عم بيكبروا هالمتحف لحد الاهرامات. الحلو بمصر انه بيأمن لك غير انه الحضاره المصريه هي من اهم الحضارات بالعالم. صحيح. معروف، ولكن بيقدم اكسبيرينس انه انت تقدر توقف فيس تو فيس لاهم سكالتشر انعملت بالعالم، اللي هي معموله من ذهب تتخمون. الفيس تبعه الوجه تبعه بتقدر تشوفه فيس تو فيس، معمول من اجمل القطع اللي انعملت بتاريخ الفن، غير انه بيحكي عن كل الحضارات المصريه كيف كانت وكيف تاسست والتاريخ
الفراعنه كله بشكل عام، مصر عامة خاصة ايه انه تاريخها غني برشا معنا، هو من اهم الفنون بالعالم يعني. صحيح. الحضارة المصرية كلها يعني صراحة قديش المتاحف كلهم في العالم مهمين، وقديش انه فما تجلب زوار وتجلب سياح. نحن لازم نشتغلوا برشا على الموضوع في دولنا العربية انه نقويوا متاحفنا بشكل كبير معناها، خاصة انه بديت فما برشا افكار قاعدة معناها انه المتاحف قاعدة تتحسن شوي شوي، وان شاء الله معناها ان شاء الله يجي نهار مرة جاية نحكيوا على المتاحف اللي عندنا في العالم العربي. لازم نركز عليها أكثر. شكرا ليك، شكرا. استمتعنا اليوم، حكينا على برشا متاحف، عملنا هكا بلون بتاع السنوات الجاية وين باش تكون الزيارات، خاصة المكسيك. أنا هذه حاجة مهمة جدا، عندي مدة ناوي على المكسيك، أعطيتني حاجة باش تخليني تشجعني نمشي للمكسيك. شكرا ليك محمد بيضان على فقرة اليوم، نتلقاو إن شاء الله في حلقات قادمة، وإحنا